ألا رب ذي أجل قد حضر كثير التمني قليل الحذر إذا هز في المشي أعطافه تعرفت في منكبيه البطر تكون له صولة تتقى وأمر يطاع إذا ما أمر يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر. وكذا نقول فلا خوف علينا من نكون وما نكون، لكن عذنا بحوله وعذنا بطوله، فإن قتلوك يا ابن سعيد فإن الله يختار الشهيد. وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.